شعرك تكرفس لك ولا ليك بحال الحلفه ولا ليك حرش بكثرت لها البحر والكلور ديال لابيسين وكثرت تدواش ديال الصيف. اليوم جبت لك واحد الوصفه اللي غتهنيك من التساقط وغترد لك شعرك بحال الحرير. واحد السلام عليكم فرشات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كما العاده مرحبا بكم في قناه اختكم دادو بلا شانيل. بالنسبه للناس الجداد اللي عندها في القناه ديالي عفوا سيختي طولت عليكم، ولكن دائما كنجيو لكم بالجديد. بزاف ديال الناس كيعانيو من المشكل ديال تساقط الشعر، بزاف ديال الناس عندهم مشكل ديال الشعر ديالكم ولا كالحشلافه ولا حرش ولا حالته ولا تكرفص ما بقيتوش يا لالا عندكم شعر ولا حالته، خصوصا بزاف ديال الناس مع البحر لابيسير الكلور صافي الشعر ولا حالته ولا بحال جيكسا ولا ما فيه ما يتشاف صافي اختي غير قرع داك الشعر. جبت لك لالا واحد الوصفه اللي غادي تهنيك من هذا المشكل، هذا غادي تطلق لك الزغبه والشعر غادي يولي يا لالا شهوه منه، واحد لابغيونس ما نقولش لك، واحد الطول واحد اللمعان في الشعر واحد الكثافه وغزاله غزاله. ما عليك الا تابعي لا فيديو من البدايه ديالو حتى النهايه ديال الفيديو باش تشوفي الطريقه والمكونات. اول مكون كنحتاجو في هذه الوصفه كنحتاجو البصله صغيره حمراء صاينه بالقشور ديالها، 5 ديال الفصوص ديال الثومه بالقشور ديالهم كنشدوهم وكنقطعوهم وكنحطوهم في الكاسرونه وكنزيدو عليهم القياس ديال الماء اللي غادي يكفينا باش نخلطو هذه الخلطه وكنحطوهم على البوطه حتى يجيبوا معنا الغليه. بزاف الناس ما عارفينش الفوائد الكبيره ديال البصله وديال الثومه رغم انهم فيهم الريحه، ولكن عندهم بزاف ديال الفوائد على الشعر، كيعالجوا لنا تساقط ديال الشعر والشعر الخفيف، والناس اللي عندهم مشكل الشعر ديالهم ما كينبتش، والناس اللي عندهم مشكل ديال الشعر ديالهم جاف بزاف فهي كترطب لكم الجلده ديال الشعر وكتعزز لكم النمو ديالو من الجذور. وبالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال التهابات والقشره والناس اللي عندهم الفطريات والحكه في الجلده فهي كتهنيكم من كاع هاد المشاكل وكتساعد على تغذيه البصيلات. ومن بعد ما جاب معنا الغليه دابا كنخلطوا به المكونات. بالنسبه للوصفه سهله، اهم مكون اللي هو السدر، اوراق السدر. اوراق السدر غنيا عن التعريف، هادو راه اوراق السدر جداد شتوهم كيبانوا خضرين ديال بصح، حاولوا ما امكن تاخذوهم يكونوا جداد احسن من هذوك القدام. غادي نحطهم ولكن غادي نحاول نصفيهم حيت نخاف تكون فيهم شي شوكه ولا شي حاجه. هاكا شفتوا هذوك البقايا اللي كيبقاو، دابا غادي نضيف المعلقه الثانيه، المهم على حساب الطول ديال الشعر ديال كل وحده. دابا هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه، وغادي نزيد يا لالا اهم مكون اللي كيعطينا واحد الترطيب واحد لمعان اللي شعرو كيولي كيجيكسا بهذاك الماء ديال البحر الماء ديال لابيسين. غادي يولي لكم كالحرير مع الزاز، غادي ندير جوج معلقات ديال الزاز حتى بالنسبه للي شعر ديالهم مصبوغ فهو كيعطيهم واحد اللون رائع جدا في الزغبه ديالهم. دابا غادي نخلط هاد جوج مكونات بهذه الطريقه، وغادي نجيب الماء اللي وريتكم قبيله غادي نصفيه وغنبقى نخلط غير بشوي بشوي بسم الله. المهم يعني ميزاني حتى كنحصل على واحد الخلطه اطراف ماشي مشكل، ولكن المهم هو الجذور كنغلغلو جذر ديال الشعر كنبقاو كنخلطو. واخا تشوفوا هذه الكميه هذه فهي كتضاعف لان كنعرفوا بان الزاز سبحان الله العظيم كيتكاثر. ها هو وكنبقى كنخلط الخلطه ديالي بحال هكا كيف كتشوفوا معايا شفتوا. دابا بهاد الطريقه هادي كنخلط مزيان مزيان. هاد الوصفه هادي الا تبعتوها جوج ديال المرات في الاسبوع غادي تشكروني وغادي ترحموني. من الشهر الاول غادي يتبدل لكم شعركم 180. غادي نزيد واحد البيضه وكوك وكوك واحد البيضه هكا. انا كنعرفوا بان البيض غني بالبروتين وكنخلطوا هاد البيضه مزيان هكا مع البطاطينا. انا كيعجبوني صراحه هاد الخلطات واخا بعض المرات كنعكز عليهم. غادي نزيد معلقه ديال زيت شجره الشاي بالنسبه للناس اللي كيعانيو
من مشكل ديال الحكه، مشكل ديال القشره، في الفروه ديال الشعر، ولا الفروه ديال الشعر ديالكم دهنيه هكا. الناس اللي ما متوفرش لهم ماشي مشكل. غادي نزيد زيت البصله، هنا راه مقادها، راه كنت حطيتها لكم في الفيديوهات السابقه في القناه ديالي. غادي ندير واحد المعلقه ديال زيت البصله والثومه، غادي نخلطها مزيان ونعاود ثاني. علاش كنضيفوا الزيوت؟ باش ما تنشفش لينا الشعر ديالنا. كنعرفوا بان اوراق السدر كينشفوا، ولكن اوراق الزاز كيعطيو واحد الترطيب، كيولي الشعر بحال الحرير. المهم نتوما بالنسبه للزيوت فتقدروا تضيفوا الزيوت اللي متوفرين عندكم، ولكن بالنسبه لزيت شجر الشاي ضروري تكون عندكم بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الحكه في الفروه ديال الشعر، والناس اللي كيعانيو من القشره. ودابا هاني من بعد ما خلطت دابا نطبقوا على الشعر ديالي. المهم كنحاول حيتاش الضريبه يا اختي فيها الصداع وكوك. المهم ما عليناش، خصني نكمل الفيديو واخا صداع خصني نحاول. المهم بسم الله غادي نجيب هكا وغادي نبقى نغلغل في الفروه ديال الشعر ديالي. المهم هنا هو هاد التغلغيله هادي من الجذور، كنسبقوا الجذور هما الاولين بحال هكا، كنبداو كنفرقوا بشوي بشوي. لقيتو شي حد يدير هاديكم يكون افضل، ما لقيتوش ديب انا ويا اختي راسكم براسكم. عرفتوا البنات بغيت اكبر نسبه نشوفها ديال لي لايك، راه ما عندك ما تخسري اختي راه بالعكس. غادي نجي للجهه الاخرى كذلك بحال هكا، بحال اللي كديروا الحنه كتغلغليه. عقلتوا على ايام زمان يا اختي منين كانوا والدينا وجداتنا كيديروا لنا الحناني بحال هكا، كان الشعر يا اختي كيصدر تبارك الله. حتى دابا الحمد لله غير المداومه، المداومه وحيدوا العجز صافي هكا. وانا كنفرق الشعر بخصله بخصله هكا وكنغلغلوه. ولا ما كانش عندكم ما لقيتوش بحال هكا سميتو، خذوا اوراق السدر وطحنوهم عليه يجيكم وغربلوهم باش يبقاو غير باش ما يبقاش هذاك حيت هو كيكون فيه الشوك باش ما تلقاوش مشكل في الفرشه. غادي ندوز الاطراف ديال الشعر بعد ما غلغلنا الجلده. دابا غادي ندوز الاطراف كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هادي. عرفتوا والله يا البنات غادي تشكروني على هذه الوصفه هادي. اما الا تبعتوها جوج ديال المرات في الاسبوع، جوج ديال المرات في الاسبوع عرفتي غادي يولي عندكم واحد الشعر، ما نقولش لكم واحد الكثافه، واحد اللمعان اللي غادي يولي في الشعر. يا سلام يا سلام يا سلام صراحه الله، انا وصفه طبيعيه 100% وفعاله جدا. ديروها حتى لبنياتكم، كاين اللي شعرها ما كيطولش وكاين اللي قطعت شعرها ولكن شعرها ما بقاش كيطول، فهذه هي الوصفه اللي غادي تنهنيك من كاع المشاكل اللي عندك. الله يا اختي الله عرفتي راه كان انا راه ساكنه في سيكتور شعبي. وبالنسبه للغسيل حاولوا ما امكن تغسلوا مزيان مزيان شعركم حتى تحسوا به ما بقات فيه حتى شي ذره ديال هاد الخلطه هادي. غسلوا بالماء دافي بزاف، الناس كيغسلوا بالماء سخون، فالماء سخون كيخرج على الزغبه كيكرفصها كيقطعها، كتولي الزغبه دايره بحال الصوفه، كتولي كتقطع غير بوحديتها. حاولوا تغسلوا بالماء يكون شويه دافي، ميكونش سخون بزاف. حاولت ما امكن باش ما نطيحش على شعري على صوتي لا بيجامه زعما، ولكن ندير هنايا الخلفه يا اختي الخلفه
هاكا بحال هاد الشكل. الوصفه ديالي الفريشات هي هادي، درت هاد الشيء باش ما يطيحش ليا على البيجامه ديالي. المهم الخلطه ديالي هي هادي، كنخلي انا ما كندير ليها دابا حتى شي حاجه، ما كندير ليها لا سلوفان لا والو، كنخليها هكا كتنشف على شعري مده ديال ساعتين حتى ساعتين ونص، ومن بعد غادي نمشي للحمام يا لالا ونضربها بواحد التحميمه 5 5. المهم نتوما ديك الساعه خليوها ساعتين في الشعر ديالكم، ومن بعد غسلوا شعركم مزيان 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 مزيان، حاولوا ما امكن تغسلوه بالماء دافي ماشي الماء سخون بزاف، الماء دافي ديال الشعر غادي تبان لكم خيال خيال خيال، شي حاجه اللي الروعه، شي حاجه اللي الحمق بلا ورق، شي حاجه اللي الشعر تبارك الله غادي تولي كينغل بالكثافه ديالو وباللمعان وبالطول. والشعر المهم هو انه ما بقاش غادي يطيح لكم شعركم بتاتا، وغادي اكيد غادي ناخذ عليها يا اختي الرحمات يا الوالدين. وما تنساوش تبارطاجيوها مع الناس باش دائما تعوم الفائده على الجميع. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كما العاده صراحه الله ما سخيتش بكم ما سخيتش بالجماعه ديالكم، شعارنا وشعار اختكم دادو بلا شانيل هو خليكم زوينين حيت نتوما زوينين وفعلا تستحقوا تكونوا زوينين. بزاف ديال الحب لكم، بزاف ديال الاحترام، وبزاف ديال التقدير، كيمشيو لي الكلمات، بزاف ديال التقدير. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد، كاع الناس اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر، الناس اللي عندهم شعرهم خفيف، الناس اللي ما كيطولش لهم شعرهم، الناس اللي كيطيح لهم شعرهم، بزاف بزاف بزاف. هاد الوصفه هي الوصفه المنقذه للشعر في هاد المناسبه هادي، في هاد الوقت هادي اللي هي وقت ديال الخريف. وبالصحه والراحه، وبغيت تشوف اكبر نسبه ديال الجيمات يا لالا وديال القليبات وديال التعاليق، وقولوا لي اللي جربت الوصفه تقول لي كي جاتها. وبالصحه والراحه، ما تخافش بكم، السلام عليكم.